وهيئة الأرصاد بتتوقع أن يشهد اليوم طقس حار رطب نهارا على أغلب الأنحاء الجمهورية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك دكتورة دينا، وصباح الخير على المشاهدين. أهلا بحضرتك. يعني من الأمس بدأنا فصل الخريف، وبدأنا طبعا التقلبات الجوية، واللي حضرتك يمكن دايما كنت بتحذري منها، انخفاضات وارتفاعات في درجات الحرارة، لكن حابين نعرف الأحوال إيه النهاردة بالظبط في حالة الطقس. طبعا بالفعل مع بداية فصل الخريف بدأنا نشعر بانخفاض قيم درجات الحرارة، استمرار طبعا انخفاض قيم درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بالكتل الهوائية الشمالية لمعظمها قادم من جنوب غرب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي معتدلة بشكل كبير في قيم درجات حرارتها. كمان في طبقات الجو العليا على ارتفاع من 5 إلى 6 كيلو من سطح الأرض في منخفض جوي. المنخفض الجوي ده بيعمل على وجود السحب المنخفضة والمتوسطة اللي بتحمل جزء من أشعة الشمس، فأيضا بتساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة. اليوم متوقع العظمى على القاهرة الكبرى في الفترة النهار 2 درجة مئوية، وده يعتبر المعدل الطبيعي للوقت ده من السنة. لكن طبعا احنا بنقول الكتل جاية من على البحر المتوسط، فأكيد في نسب رطوبة لسه موجودة معانا في الجو، حتى لو هي بدأت تنخفض لكن لسه موجودة، وده يخلي إحساسنا بقيم درجات الحرارة أعلى بعض الشيء من ال 32 لو تاخد 63 درجة مئوية. يعني كل الأجواء دي كلها بتخلي الطقس فترة النهار إحساسي بيه طقس حر رطب في القاهرة الكبرى، في محافظات الوجه البحري، في محافظات شمال الصعيد، كمان سواحلنا الشمالية بتبقى الأجواء شديدة الحرارة في محافظات جنوب الصعيد. ده بيكون خلال فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس أكيد طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحرارة. بدأنا نحس ببعض البرودة في بعض الأماكن، خصوصا في المدن الجديدة، الأماكن المفتوحة في فترات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر، لأن الأجواء أصبحت وأنا جاية النهاردة الفجر كان الجو برد، يعني فعلا في يعني سقعة كده شوية. بالفعل الأجواء في أغلب الأماكن معتدلة، خليها في المدن الجديدة والأماكن المفتوحة أقل حرارة كمان، خاصة كمان إن متوقع تكون في نشاط رياح في فترات المساء وساعات الليل، وجود نشاط رياح طبعا هي سرعات ما بين 30 ل 35 كيلو متر على الساعة، هو غير مثير لأي رمال وأتربة، لكن بيساعد إن احنا نحس بقيم درجات حرارة أقل، ويساعد إن احنا نحس بنسب رطوبة أقل. كمان لسه في فرص امطار اليوم موجوده معانا في بعض الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط، فرص امطار خفيفه في سواحلنا الشماليه وشمال الوجه البحري، تكون على فترات متقطعه ومنطقه دون الاخرى مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. فعم الاجواء خريفيه بامتياز اليوم في معظم محافظات الجمهوريه، الشبوره المائيه ما زالت ظاهره جويه بتاثر في فترات الصباح الباكر، يمكن احنا هنلاحظها خلال الايام اللي جايه كمان تاثر على الرؤيه الافقيه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لكن هي ما زالت شبوره مائيه خفيفه سرعان ما بتختفي مع سطوع اشعه الشمس وما بتاثرش تماما على حركه المرور ان شاء الله على مدار هذا الاسبوع. يعني كنت عايزه اسال حضرتك بقى، هل الانخفاضات دي مستمره معانا هتطول حتى نهايه الاسبوع، ولا هيبدا في ارتفاعات مره ثانيه؟ يعني احنا متوقع العظمى على القاهره الكبرى على مدار هذا الاسبوع كله ما بين 32 33، يعني لو حتى ارتفاع بمعدل درجه فمش هنحس بسيط في قيم درجات حراره حول المعدلات، ما فيش اي ارتفاعات في قيم درجات الحراره لحد نهايه الاسبوع ان شاء الله. الاجواء مستقره بشكل كبير، بس احنا بناكد بس على كل الساده الماضيين مهم في الفتره دي دايما بنقولها مع حضراتكم، ان فصل الخريف هو فصل التغيرات الجويه الحاده والسريعه، وارد جدا الطقس ما بين يوم للتاني، فلازم المتابعه الجيده للنشرات الجويه. نوعيه الملابس في الفتره اللي جايه مهمه جدا ناخد بالنا منها، خاصه الطلبه ومريحين المدارس في الصباح الباكر، او لو بنخرج حضرات الصباح الباكر لازم ناخد بالنا من نوعيه الملابس، ويفضل تدريجيا لو حسينا بانخفاض قيم درجات الحراره يكون معانا قطعه ملابس اضافيه. ومهم القياده تكون بهدوء تام على اغلب الطرق مع وجود الشبوره المائيه. صحيح، احنا بننصح بشكل كبير عشان ما حدش يجي له نزلات برد زي كده، فعلا نراعي جدا الاختلافات في درجات الحراره ما بين النهار والليل. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، على المتابعه اليوميه معانا في برنامج صباح الخير يا مصر. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره العظمى 32، الصغرى 24، العاصمه الاداريه 33، 23،
اسكندريه 29-22، العلمين الجديده 29-22، مطروح 28-23، دمياط 30-25، بورسعيد 31-26، الاسماعيليه 33-24، السويس 33-24، العريش 30-23، كاترين 28-15، طابة 30-24، حلايب 34-29، شلاتين 36-28، شرم الشيخ 35-27، الغردقة 35-27، الفيوم 32-23، بني سويف 33-22، الوادي الجديد 37-26، أسيوط 34-23، سوهاج 34-25، قنا 35-26، الأقصر 36-26، وأخيرا أسوان 37-27. يعني طوال هذا الأسبوع عندنا طبعا اعتدال في درجات الحرارة وانخفاضات في درجات الحرارة هتكون مستمرة معنا حتى نهاية الأسبوع، لكن نخلي بالنا من اختلاف درجات الحرارة ما بين الليل والنهار، علشان وخاصة كمان في أولادنا اللي رايحين المدارس في الساعات الأولى من الصباح الباكر، لأن الجو يكون برد شوية. هنرجع مرة تانية لشاذلي وجومانا عشان نكمل معاك فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك دي. شكرا لي.